انا كنت شاطر زيك بالظبط، بس قبل ما امك تيجي. ان شاء الله تنجح السنه دي. تعالي نطلع لحظه بس. ريحه الملوخيه جلبر. ايه ده، احنا عندنا ضيوف ولا ايه؟ اخويا عبد الجبار. معقوله في حد في السن ده اسمه عبد الجبار؟ بابا سماني على اسم جدي ارحم العبد المتجلي. ظريف قوي. انت ازرق ولا خش غطلك عشان ما تكمل التعارف الاول. انا لسه صغيره، زبونتي في الورشه. انا الورشه هنا ولا ايه؟ لا بقول لك خش جوه. يلا بقى. ماشي مش هقطع عليك. كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان اخوك ظريف قوي. لا لا قبل ما هو يخش.